أهلا بكم من جديد ونرحب بضيوفنا من بغداد إحسان الشمري الكاتب والمحلل السياسي من أربيل كمران الصالحي المحلل السياسي الكردي من إسطنبول بكير أتجان باحث ومحلل تركي ومن الاستوديو غريغوري أفتن دليان خبير في السياسة الخارجية الأمريكية أه اعود الى اسطنبول مع بكير اتجان سيد بكير الخارجيه التركيه والقياده التركيه كانت واضحه انها ضد هذا الاستفتاء هل ان الحكومه التركيه في صدد عمل عسكري في حال اقدم الاقليم على اجراء الاستفتاء والسؤال الاضافي الملحق هو عن البدائل التي كنت تتحدث عنها قبل قليل ما هي البدائل عن الاستفتاء؟ طبيعي أولا يجب أن نعرف جيدا علاقتنا مع كردستان العراق قليم كردستان جيدة جدا وخاصة مع البرزاني لذلك ليس من الأمر السهل ليست بحكم علاقتنا فقط ولكن بحكم العلاقة التاريخية التي تربطنا مع الشعب العراقي بجميع مكوناته أن تكون تركيا أو تأخذ موقفا عسكريا أو اقتصاديا حتى، لكن لابد أن يكون لها مواقف سياسية بين الحين والآخر عندما تتعارض المصالح الخاصة إن كانت مصالح التركية أو المصالح العراقية أو مصالح إقليم كردستان بالنسبة لتركيا، لذلك هناك لابد أن يكون هناك يعني مواقف سياسية فقط ولكن اذا جئنا بالنسبه للبدائل المطروحه يجب ان نعرف جيدا هنا للاسف الشديد اقليم كردستان والعراق وتركيا وايران لا تستطيع ان تعطي القرارات بمفردها كما اشرت قبل قليل هناك صراع دولي هناك جناحين تتصارع مع بعضهما البعض وتركيا وايران في جناح والبرزاني ايضا مع جناح اخر فليس من الامر السهل ان تعطي هذه القرارات بما تخدم مصالح شعوب المنطقة وإنما م. هي يعني تخدم بما تطلبه الدول العظمى م. وعلى رأسها الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا وروسيا والصين حتى كما هو معروف م. لذلك هذه القرارات الاجتماع الذي حصل كانت تدور يعني بشكل خاص حسب المعلومات التي وصلتني حتى الآن م. هناك ثلاث بدائل التي وجهت إلى إلى حكومة على على رأسها إلى البرازاني من طرف الممثل الامريكي وكانت الاولى اما ان يؤجل هذا الاستفتاء الى سنتين ويكون خلال هذه السنتين رئيسا لاقليم كردستان ان يستمر البرازاني او الثانيه والتي هي مهمه ان تجرى هذا الاستفتاء في المناطق الاربعه فقط وهي دهوك سليمانيه اربيل ومنطقه اخرى يعني لا تكون لا تشمل كركوك المناطق يعني؟ المتنازع عليها في في قائمه الاستفتاء. مم. نعم كركوك لا تشمل كركوك مم. وايضا موصل ودياله وبعض المناطق مم. المتنازع عليها حتى الان حسب الثالث كما يدعى القرار والتي هي مهم جدا والتي ربما نعم البديل الثالث والتي قال فيها بشكل علني تستطيعون يوم الجمعه يعني غدا ان تاخذوا قرارا بالاستفتاء ولكن هذا القرار كما اشار قبل قليل الناطق الرسمي لمحاربه داعش باسم التحالف الدولي بان البديل الثالث في حال يعني اصبحت هذا الاستفتاء لن يكون عليها اعتراف دولي من من اي طرف ان كان مهما كانت الاسباب في الوقت الحاضر م. وتبقى يعني تولد ميته ولا ولا تستطيع ان تأخذ هذه القرارات اذا لم تكن فعلا واضح. اعتراف دولي عليها، صح. لذلك هذه القرارات الثالثة غدا الجمعه سوف تقرر الحكومه او البرلمان اقليم كردستان حول واحده منهم آه ولكن انا اقول بان الضغوط التي ما زالت مستمره م. ان كانت من طرف كما اشرت الدول العظمي والدول الاقليميه لان هناك يعني كما هو معروف لقاءات بين مسؤولين من الايرانيين ومع الاحزاب نعم. في وعلى راسها طالباني وجوران وايضا مسؤولين اتراك غدا واليوم كانوا موجودين مقابلات مع طالباني وايضا مع البرزاني نعم. هذه فاذا اخذت بعين الاعتبار كلها وايضا الاجتماع الذي حصل مع الممثلين عن الامم المتحده والدول السفراء وايضا آه، الامم المتحده والولايات والله. المتحده فاذا اخذنا بعين الاعتبار كل هذه اذا لابد ان يكون وصول الى قرار جديد ولكن هذا القرار ليس من الامر سهل غدا ان تؤخذ لان لابد الـ البرلمان الـ يعني شمال أوكي. العراق سوف تاخذ قرارا بالتاجيل ولكن ضمن شروط جديده والله. وسوف تعرضها على التحالف على اللجنه التي كانت اليوم والى الدول الاقليميه وعلى راسها ايضا حكومه العبادي ايضا بنفس الوقت يعني يريد بعض الاملاءات التي سوف تكون فيما بعد. طيب سيد جريجوري برايك عندما يقول بريت ماكيرك ان المجتمع الدولي التحالف الدولي لمحاربه داعش يعتبر ان هذا الاستفتاء لا شرعيه له وان هذا المسار خطير جدا وان هناك بدائل ماذا يعني هذا الكلام دبلوماسيا يعني كنت تعمل في الخارجيه الامريكيه وتعرف عمليا ترجمه هذه الاقوال Well, I think, uh, Brett McGurks, <applause> أعتقد أن بريت ماجيركس uh, أو بيانه, بيانه الخاص بافتقار الاستفتاء <applause> للشرعية الدولية كان تصريحا قويا جدا ولكنه أيضا يعكس <applause> الإحباط الأمريكي لأنها أمريكا لم تتمكن من إقناع حكومة البرزاني بتبني بدائل للاستفتاء الولايات المتحدة قلقة جدا في رأيي لأنه يمكن أن يكون هناك موقف لا يوجد فيه فقط فصل إقليم كردستان عن الحكومة العراقية المركزية فهناك فصل ولكن المزيد من الفصل ثم هناك لاعبون لاعبين خارجيين يمكن أن ان ياتوا ويكون هناك نزاع أكثر عنفا في المنطقة أمريكا تنظر للموضوع الكردي على أنه جزء من موضوع أكبر في سوريا كان هناك توتر بين أمريكا وتركيا بشأن دعم الولايات المتحدة للأكراد السوريين ومع هذا الاستفتاء في شمال العراق يمكن أن يكون هناك موقف فيه تغلغل للجيش التركي داخل العراق وهذا يجلب المزيد من عدم هناك وجود الاستقرار تركي في العراق نعم ولكن اقول يمكن ان يكون هناك نوع من الحرب تحدث على الرغم من حقيقه ان اقليم كردستان وتركيا بينهما علاقات اقتصاديه وثيقه يمكن ان يكون هناك تاثير للاستفتاء الكردي على تركيا امريكا تنظر الى هذا الموضوع ليس فقط على انه يضعف القتال ضد فلول داعش ولكن تريد التأكد أن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام لا تدخل فترة عنف جديدة طيب أعود إلى ربيل مع كمران الصالحي سيد الصالحي بكير أتجان من إسطنبول ذكر أو تحدث عن ثلاث بدائل أو ثلاثة بدائل هل هذه البدائل صحيحة برأيك وأي بديل ستعتمده القياده في اقليم كردستان الجمعه او في الايام المقبله قبل الاستفتاء. في الواقع هذا الامر يرجع الى القياده السياسيه ولكن لحد الان ارى بان القياده السياسيه مصره على اجراء الاستفتاء، اما اجراءه في كركوك او في غير كركوك في الواقع اي مواطن كردستاني كان مقيما في اي مكان يحق له الادلاء برايه، حتى المواطنين اتيح لهم في خارج العراق في الدول الاوروبيه ان يعلنوا، يعني فما المانع يعني الاكراد في كركوب او في المناطق الاخرى ان يبدي رايهم حول موضوع الاستفتاء. يعني هل يجب ان طيب يعني من البدائل المطروحه كما ذكر السيد بكير قبل قليل أن يتم إرجاء هذا الاستفتاء لمدة سنتين على أن يبقى رئيس مسعود البرزاني رئيسا للإقليم منها البديل الآخر عدم إجراء الاستفتاء في كافة المحافظات وخصوصا في الموصل وفي كركوك والبديل الثالث قد يكون يعني إجراءات سياسية اخرى تتخذ من قبل من قبل الاقليم اي اجراء الاستفتاء ولكن من دون يعني مترتبات على ذلك، اي اجراء هو الاقرب؟ يعني اما الاجراء الاول فلا اعتقد هذه اجراء يعني طرح بهذا الشكل كبديل ان يبقى الأخ مسعود البارزاني كرئيس إقليم، هذه ليس يعني مسألة استراتيجية في الواقع، ثم أن هذا مسألة يقررها البرلمان والشعب الكردستاني ولا يمكن أن تفرض عليه من قبل الإرادة الدولية، أما البدائل الأخرى فلا يعني القيادة السياسية سوف تجتمع وتقرر ما هي مصلحة الشعب الكردي وتتخذ القرار على هذا الأساس. طيب. سيد احسان الشمري ما رايك بالبدائل التي يتم الحديث عنها من قبل بريت مكرك والمجتمع الدولي واي قرار برايك او اي بديل سيعتمده مجلس النواب في اقليم كردستان؟ انا لم اطلع يعني بشكل رسمي على البدائل، كل ما يدفع هو اعلاميا، لكن يمكن ان افسر كيف ستتعاطى الحكومه العراقيه مع هذه الفرضيه اولا فيما يخت... في البديل الاول تمديد السيد مسعود برزاني هو ليس شان الحكومه العراقيه وانما قد يعكس طبيعه الازمه السياسيه هناك ما بين القوى الكرديه بالتحديد الامر الثاني قضيه التاجيل يعني لا اتصور بغداد الان ستوافق يعني على ما بعد سنتين على الاستفتاء هي ترفض بشكل كامل بكل السلطات قضيه الاستفتاء لانه لا يمتلك عمقا وسندا قانونيا دستوريا بالتحديد ولذلك لا يمكن ان يتوفر الغطاء الدستوري والقانوني ما بعد سنتين ولكن براد ماكيرك سيد الشمري يقول إن ان القرار لا يعود فقط الى سيد برزاني انما يشترك فيه قاده اخرون في الاقليم واضاف نحن نحث الرئيس برزاني وقاده الاحساب الاخرى في الاقليم على اعتماد المسار البديل الذي يقول بالدرجه الاولى على حوار حقيقي ومكثف ومعمق بين بغداد والاقليم حول كل القضايا الخلافيه يعني هل ان الحكومه العراقيه مستعده لتقديم حلول للخلافات القائمه مع اقليم كردستان الاستراتيجيه المتخذه من قبل رئيس الحكومه الدكتور حيدر العبادي واضحه جدا وهي الحوار والعوده الى بغداد من اجل حل الملفات العالقه على اساس الدستور، لا تنازلات، لا اتصور بان بغداد ستقدم تنازلات خارج الاطار الدستوري والقانوني. الدكتور العبادي يضع في حساباته ان الشعب الكردي قد يتحمل المزيد من المآسي نتيجه قرار الاستفتاء او حتى الانفصال، ولذلك هو يدفع باتجاه استراتيجيه الحوار على اساس الدستور والقانونها الدستور يعني على يعني على فكره الدستور وضع خارطه طريق لحل الازمات يعني ما بين بغداد وما بين اربيل وهذا اذا ما اعتمد الدستور بشكل صحيح فستنتهي المشاكل على مستوى الطاقه على مستوى المناطق المتنازع عليها وكثير من الامور الاتحاديه يمكن ان يكون الدستور مفتاح الحل لكن بغداد تعطي مثلا تنازلات لا اتصور ذلك بغداد ستعتمد الدستور هكذا ارى الامور طيب فصل اخير ونتابع كونوا معنا